في شقين، شق المدير الفني وشق الاخر كيف تعود خطوه للوراء دون ان يؤاخذك احد. الشق الاولاني مين المدرب؟ حصلت مشكلات كبيره جدا وحساسيات بين نادي الزمالك وبعض الانديه في الفتره اللي فاتت بسبب يعني فكره ان ايه، ايه رايك لو خدنا منك فلان تزعل؟ اتقال كده، حصل الكلام ده؟ حصل. انا اعرف انه حصل، انا اعرف انه حصل مع الكابتن شوقي غريب. لا بس المقاولين ما زعلش. طب سيراميكا زعل؟ طب سريعا بقى، سيراميكا زعل؟ سريعا بقى عشان نبقى واضحين. رقم واحد كابتن شوقي غريب، فكره ان معتمد جمال يروح دي كانت خطوه استباقيه. ماشي تمام؟ عارف. كابتن شوقي غريب اخت نادي المقاولين العرب ان هو ممكن يسيبه، ونادي المقاولين العرب بالفعل تحدث مع الكابتن طلعت يوسف وقالوا نفس البروفايل. ماشي. والكابتن طلعت يوسف قال لهم اوكي انا موافق مبدئيا، وشوفوا لو كابتن شوقي غريب رايح ولا لا. طيب ادي رقم واحد. الناس اللي قالت ان كابتن شوقي غريب يعني النتائج سيئه والفريق ما كان كسبش ولا ماتش وحصل على نقطتين، فقالوا في نادي الزمالك يعني قالوا لا دي مش ده المقياس. شوقي غريب عنده خبرات افريقيه كبيره وعنده تجارب ناجحه، خد كاس امم 23 سنه، طلع مشارك في 3 كاس امم مع كابتن حسن شحاته، لاعب خد برونزيه كاس عالم، فدي خبرات كلها ترجح كفته. وهو لغايه دلوقتي ان لم يكن هناك مدربان اجنبيا كابتن شوقي غريب هيبقى موجود. لسه في الصوره. طيب ادي اول واحد. اوكي. حصل كلام مع مسؤول طلائع الجيش. بس في ناس تقول لك ايه، ما هو معتمد جمال موجود، طب فرقت ايه ما تخلي الكابتن معتمد جمال يكمل لو ما جبتش مدرب اجنبي. هو عشان التكوينه دي بتشتغل كويس. اوكي. الخبرات بتاعت الكابتن شوقي غريب ممكن تكون اضافه. ماشي. حصل كلام من بعيد مع كابتن عبد الحميد بسوني. وكان الرد انا ممكن افكر لو طلائع الجيش وافق على رحيلي لكن مش هشتغل غير رقم واحد. حصل كلام قبل ما كابتن طارق مصطفى يمسك البنك الاهلي وقال لهم انا موافق بس برضو ما اجيش رقم اتنين، اجي رقم واحد. بعد ما البنك الاهلي نصر الكابتن طارق مصطفى وفاز باول مباراه بدا برضو جس نبض، فالبنك الاهلي قال لهم احنا ما صدقنا كسبنا، هنسيب الراجل ازاي؟ فيبدو ان هو بعيد شويه. ماشي. حصل كلام كمان او جس نبض مع الكابتن احمد عبد الرؤوف في البلديه كمان. وكان معايا هنا في مداخله الكابتن احمد عبد الرؤوف حتى سالته السؤال ده، وقال نفس السؤال، انا مش هشتغل، قال لك مش هشتغل غير مدير فني، مش هشتغل مدير فني حتى لو في بيتي نادي الزمالك. بالظبط. معنى كده انه فعلا في كلام طرح. طب ناس تقول لك ايه ده احمد عبد الرؤوف صغير يا جماعه، مكونه النهارده عادي خد واخد دوري الافريقي على حساب سوبر ليج الافريقي على حساب الاهلي والوداد والترجي، عنده 36 سنه. صغير يعني فكره. على فكره كابتن نفسي نتخلص بقى من الموضوع ده. بالزبط. الثقافه دي لازم نخلص منها. بالظبط. انا يعني الشاي مش قبل ما مرادي ينام. يلا. حاضر. انا بس طرحت الاسماء كلها. فكره بقى المدرب الاجنبي طبعا كل الاسماء اللي طرحت النهارده منهم ايطالي منهم الماني وهكذا. ازمه الزمالك الحقيقيه هي ازمه دولار طبعا. فكره بقى ان انت تجيب حد بمليون دولار في السنه، على فكره ده رقم كبير برضو. هل هتلاقي ولا مش هتلاقي؟ هم بيحاولوا يرصدوا ميزانيه بالرقم. لو ما لقوش انا بقول لك الاسماء المطروحه، وقد يكون الكابتن شوقي غريب هو الاكثر يعني كفته الاكثر رجاحه في الموضوع ده. بس في مجلس الاداره ناس كتير جدا رافضه كابتن شوقي غريب بالمناسبه. لكن انا بقول لك كابتن حسين لبيب قال اوكي. قال اوكي. طيب مش هقول لك بقى كابتن حسين السيد ولا كابتن احمد سليمان. طب انت ما ردتش عليا في موضوع فتوح والقرارات، ما ده الشق الثاني اللي احنا ما ينامش مننا مراد قبل ما ينام يعني. طب هرجع لك فيها ثاني يا مراد. الجديد في ملف فتوح وايه اللي ممكن يحصل من مجلس اداره نادي الزمالك بكره، وهل فعلا في مساعي لحل الازمه ما بين اللاعب والنادي وبين كابتن الفريق كمان واللاعب شيكابالا، ولا القصه ماشيه ازاي؟ بص هتكلم على حته المدرب الاول، هكمل على كلام الاستاذ احمد. اوكي. هو بالفعل يعني طبعا الاولويه جوه نادي الزمالك لمدرب اجنبي، لكن طبعا الازمه الماليه اللي بيمر بها نادي الزمالك الفتره الاخيره هي سبب وراء تاخر الاعلان او الاتفاق مع مدرب حتى الان. لكن كابتن شوقي غريب كان تم طبعا زي ما انت قلت تم عرض اسمه من قبل تحديدا الكابتن احمد سليمان. اوكي. لكن زي ما انت قلت يا امير طبعا في يعني تحفظ على كابتن شوقي من بعض اعضاء مجلس الاداره. نفس الامر برضك طارق مصطفى اسمه انطرح، بس انطرح ان هو يبقى مدرب. يعني علاقه كويسه ما بين كابتن شوقي غريب والكابتن معتمد جمال ولا لا؟ بص يعني معلومه اللي عندي ان رحيل معتمد كان بسبب يعني ان هو كان عايز يبقى في بعض الامور داخل النادي المقاولين، يبقى بعض الاختصاصات ياخدها صلاحيات. زياده. بعض الاختصاصات او صلاحيات ياخدها زياده، وده
كان سبب رئيسي ان هو يرحل عن نادي المقاولين، وان هو خلاص يعني مش عايز يشتغل بقى دور اللي هو مدرب عام في مع، كان عايز بيبحث عن فرصه ان هو يبقى مدير فني الفتره اللي فاتت دي، فده كان سبب رئيسي عن لرحيله عن نادي المقاولين الفتره الاخيره. لكن الساعات الاخيره يعني سمعنا ان في بعض المدربين يعني تحديدا من المانيا ومدرب سويسري، ولكن الابرز فرانك فودا الالماني، ده مدرب الماني درب منتخب سويسرا ودرب مؤخرا نادي ده الابرز وتم عمل زوم معاه الفتره اليومين اللي فاتوا. أوكي. لكن يعني ما توصلوش لاتفاقات نهائيه. برضو في مدرب تاني برضو الماني كان سبق ليه تدريب منتخب تركيا، لكن المفاوضات لغايه دلوقتي ما زالت قائمه، وزي ما قلت لك او احنا زي ما اتفقنا احنا الثلاثه ان الازمه ازمه ماليه داخل نادي الزمالك هي سبب في تاخر التفاوض او التعاقد مع مدرب بحجم نادي الزمالك، ومدرب ان هو يقدر يرجع تاني لنادي الزمالك. طيب ازمه فتوح وصبحي اعتقد يعني ممكن بكره المفروض ان في قرارات تطلع، يعني اعتقد يعني نتيجه التحقيق طلعت؟ لا لسه بكره الاثنين المفروض ان هو بكره الاثنين هتبقى بكره مع الاجتماع يعني. بعض المحبين لنادي الزمالك وبعض ممدوح عباس تحديدا وعمرو الجناين مظبوط تدخلوا الفتره اللي فاتت او اليومين اللي فاتوا اللي هو التحديد الاستاذ عمرو الجناين للتهدئه بين مجلس اداره نادي الزمالك وبين الاثنين اللعيبه، واللعيبه زي ما يعني زي ما قلنا قبل كده وانت قلت امير ان هم اعتذروا واعتذروا لجماهير نادي الزمالك. بس فتوح لحد دلوقتي ما اعتذرش بشكل رسمي. بص يعني فتوح لغايه دلوقتي ما اعتذرش بشكل رسمي، لكن بعض اللعيبه بداوا يتكلموا معاه، وبعض شيكابالا تحديدا وبعض اللعيبه الكبار داخل نادي الزمالك بداوا يتكلموا معاه ان هو يحل. هو العلاقه دلوقتي بينه وبين شيكابالا مش احسن حاجه. مش احسن طبعا بعد الاثنين ما هم عملوا انفروا لبعض، لكن في كلام اللي انا سمعته ان ممكن يبقى في جلسه مع ممدوح عباس عن طريق استاذ عمرو الجنايني وعن طريق شيكابالا ولتهدئه الاوضاع داخل نادي الزمالك. وبنسبه كبيره يعني الفلوس اللي موجوده جوه نادي الزمالك الفتره اللي فاتت دي والموجوده واللي بيتم ضخها الفتره اللي جايه هيتم تخصيص جزء كبير منها جدا لتجديد عقد فتوح. لتجديد عقد فتوح يعني بنسبه كبيره فتوح هيكمل مع الزمالك الفتره اللي جايه دي. برضك بعد كل ده هيجدد بعد يعني قرارات مجلس يعني الاداره. خد الضوء خد زي ما بيقولوا الضوء الاخضر ان هو طلبات فتوح هتتنفذ. أيوة. او وصلوا لاتفاق معين. احنا قلنا امبارح الكلام ده ان ممكن يكون مطروح في محاولات موجوده، في محاولات وزي ما قلت لك يعني بعض رجال الاعمال الكبار مع الناس المسؤوله في نادي الزمالك الحقيقه المجلس طبعا الله يكون في عون المجلس الحقيقه يعني عندهم طبعا يعني انت عشان علشان ترجع نادي الزمالك يبقى مستقر شويه عايز لك اقل حاجه 400 مليون جنيه يعني طبعًا. انت زي ما احنا اتكلمنا في كذا مره عن المستحقات اللي الزمالك عايزها عشان يقدر يفوق من الازمه دي حوالي 400 مليون او 500 مليون. لا حضرتك عايز 2 مليار. انا بتكلم على اللي هو الفتره اللي هو القيد لا وعلى القيد وعلى مستحقات اللعيبه اللعيبه بالاجهزه على الاقل مليار او نص مليار على الاقل نص مليار اللي هو 400 مليار ده اللي هو دلوقتي كمان شهر بقى انسى ان انت عندك شهور اجهزه فنيه العاب مختلفه ما خدوش فلوس تمام شهور. فانا بتكلم في حته في الحته دي ان ممكن الفتره اللي جايه تلاقي بعد المعسكر المنتخب تحتها ممكن تلاقي فتوح يعني بعد تدخلات زي ما قلنا الاسمين دول ممدوح عباس عمرو الجنايني مع حسين لبيب مع في محاولات يعني مستمره برضه محاولات مستمره رغم قرار مجلس الاداره. المعلومه اللي عندي برضه ان الاهلي بدا تدريجيا ينسحب من الصفقه تدريجيا بدا تدريجيا ينسحب من الصفقه وممكن ما تلاقيش فتوح توقف المفاوضات يعني ممكن ما تلاقيش المعلومه اللي عندي ان المفاوضات قائمه. انا بقول لك تدريجيا يعني أوكي. الاهلي بيرجع خطوات للخلف ماشي. ولو فتوح هيجدد مع الزمالك الفتره اللي جايه دي الاولويه لنادي الزمالك كل الحاجات دي يعني اتفاقات بين مش عايز اقول رؤساء الانديه لا يعني في ان هو العلاقات ترجع زي زمان اللي هو لو انا ما اتفاوضش مع لعيب من عندك وانت ما اتفاوضش مع لعيب من عندي في بعض الملفات الثانيه اوكي يعني هنتكلم عليها بعد كده ممكن هيتم حلها. محمد حمدي انا بقول لك بنسبه 90% خلاص هو جدد مع بيراميدز وتوصل لاتفاق مع بيراميدز وصل اتفاق خاص مع بيراميدز والمعلومه اللي عندي ان هو جدد وهيتم توثيق العقد بعد فتره يعني اوكي لكن هو خلاص يعني فكده بنسبه كبيره وقع المعلومه اللي عندي ان هو وقع اوكي وهو اسامه جلال